دمي دي بشيل الجود شكواي لله لا خاشع ولا صليت يفرج همومي سألته بالفلق والطور من سجن ضاقت وفيها أعوام كم عانيت قدر لي الله وأنا راضي في المقدود قصيدة كلمات السجين بسام حميد الوصابي أرسلها وهو في سجن جدة بريمان السعودية كما يهدي سلامه وتحياته والدة حميد وأخوانه وأبناء عمه جميعا وأخواله نشطان وعبد الله سنان وجميع الأصدقاء إلى حنا فائز أبو شمس عزفاء أبو خليل عبد الفرحان وإلى حاز بيت مع تحيات تسجيلات الفائز ثمار اليمن نسأل العفو والغفران فيما سيت سالك بالأحقاف والإخلاص والنور نسألك العفو والغفران فيما سيت سالك بالأحقاف والإخلاص والنور شكواي لله لا خاشع ولا صليت يفرج همومي سألته بالفلق والطور من سجن ضاقت وفيها عوام كم عانيت قدر لي الله وانا راضي في المقدور سجون لالي بها عده ولا حبيت سبعين عن برمع حواشه مع الصور سبعين عن برمع حواشه الصور إن جيت بأصبر فضل الصبر قد مليت لي خمسة عوام سجنه منها مقهور ديار لالي بها مرعى ولا حليت نسعى مع القوم قدني بينهم مجبور بصبر على المرضين انكسات قهوت ذقت العانى يومنا في سجنهم محزور ذقت العانى
سجنهم محزور والأصدقاء كلهم عرقامهم دقيت ولا حدا رد ولا قال لي بزور هذه تجارب ويكفي لا هنا كفيت يفرج الله وبيسر على المأسور شاينا الخلق وانا في سجناتي شيبت اكتب لي حسان واجعلني بها مأجور اكتب لي حسان واجعلني بها مأجور صلوا معايا وانا على هاشمي صليت ما مضرة شن وامسع جاه مهدي ثور ما مضرة شن وامسع حدانا ممطور نتواصل مع فايز ابو شمس على هاتف 7216940 او 7111500